أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل كبير بالسن أناب عنه صديقه لرمي الجمار. نعم. يقول أحسن الله إليكم: رجل كبير في السن أناب عنه صديقه لرمي الجمار في اليوم الثاني عشر، وطاف طواف الإفاضة مع الوداع طواف واحد بعد ظهر اليوم الثاني عشر خوفا من الزحام، فهل عمله صحيح مع أنه بقي في الحرم إلى ما بعد الغروب؟ هو المشكلة أن الإنسان يحج ويتكلف، هم من يتلاعب بالحج ويقدم ويوخر ويقول أخاف من الزحام. يا أخي تأخر لما يخف الزحام، من اللي طاردك؟ من اللي متابعك حتى تخرج من مكة؟ استرح لما أنه يخف الزحام، لو عقب يوم يومين لا تكلف نفسك. تجي حاج من بعيد وتلاعب بالحج تقول أخاف من الزحام، انتظر يوم يومين لما يزول الزحام تأدي الحج في ليل أو في نهار أو في فرص. هذه ناحية. الناحية الثانية: لا يجوز له أن ينفر من منى إلا بعد إخلاص المناسك كلها، فإذا كمل المناسك ينفر من منى. نعم.